مرحبا بكم مجددا، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بوجبة الغداء وأن تكونوا قد تعرفتم على الشخصيات المشاركة في هذا الملتقى. سنبدأ الآن الجلسة الأولى التي تتناول فيها تطوير القطاع الخاص في قطر ودول مجلس التعاون الأخرى من أجل تنويع أعمدة الاقتصاد، وسيدير هذه الجلسة الدكتور نظام هندي عميد كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة قطر. فرحبوا به وبالخبراء الذين سيشاركون الحديث حول هذا المحور والذين سيعرفنا عنهم الدكتور نظام هندي تباعا. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحب فيكم بالجلسة الأولى للمؤتمر، ونتمنى أن تكون جلسة مثمرة إن شاء الله. إحنا خمس متحدثين، أنا حتحدث أقل واحد منهم إن شاء الله، لأنه كل واحد عنده خبرة ممتازة جدا وشغلات تضيفها إن شاء الله للمؤتمر. حنعمل إحنا كل واحد من المتحدثين يتحدث فترة زمنية قصيرة، بعدها في ممكن نعمل سؤالين ثلاثة ونفتح بعدها الأسئلة والإجابة من الجمهور. فحبلش أول شيء، طبعا إحنا العنوان الجلسة هو تطوير القطاع الخاص في قطر ودول مجلس التعاون من أجل تنوع عملية الاقتصاد، ومن خلالها هنتحدث عن استراتيجية التنمية الوطنية والتنوع الاقتصادي، دور المؤسسات الصغيرة المتوسطة كوسيلة تحقيق التنوع الاقتصادي، خبرات رواد الأعمال الناجحة التي تساهم في تحقيق التنوع، وأخيرا تقييم البنية التحتية والمؤسساتية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وحنبلش بالبداية، طبعا يعني ريادة الأعمال والشركات الصغيرة المتوسطة لا شك هي عمود الاقتصاد في أي دولة. فهبلش في البداية أعطي الدكتورة عائشة نتو، هي رائدة أعمال ومستشارة من المملكة العربية السعودية، تحدث عنا عن تجربتها، فتفضل. مشكور. إن شاء الله ما نعستوا بعد الغداء، يعني دائما جلساتي إلا بعد الغداء تبدأ كده يعني. أول حاجة شكرا، يعني أنا كانت فرصة أول زيارة لي القطر، وفرحت جدا إني أنا أزور جزء من خليجنا، فالحقيقة كانت مناسبة جيدة، وشكرا للمنظمين. أتحدث في الصباح عظماء بعدهم، يعني ماذا سأقول، لكن سأنفرد بشيء، لأن نحن عندنا في المملكة نقول كل شيء لنا خصوصية، فحقول عن الخصوصية حقتنا على الأقل أنف أصير مختلفة عنهم. كلنا نتفق إنه رواد الأعمال يحتاجوا المعرفة ويحتاجوا التدريب ويحتاجوا التمويل، ومن الصباح سمعنا هذه كلها الأمور، ونحن نشترك زينا زيكم، يعني ما عندنا شيء مختلف، إنه إلا في شيء واحد، إنه عندنا مشكلة أكبر شوية منكم بقليل، يعني اللي هي المرأة كموروث، كما تعرفوا يعني إنه نحن كنا ما نروح الدكان، فالولد اللي يروح الدكان، فالبنت يا تصير مدرسة يا تصير طبيبة، يعني وبعد 10 سنوات تمنع إنها تروح الدكان. فكون المرأة تكون في قطاع المال والأعمال يعني مقبول بالقوة، مش مقبول بال يعني احتاج لها يعني هضم حتى، فهذا واحد عائق. غير العوائق الأكبر من السلطة الاجتماعية هو السلطة، القوانين لا زالت عندنا في المملكة العربية السعودية لا تساعد في خوض المرأة أن تكون رائدة أعمال. أعطيكم مثال، في عام 2006 كتبت مقال، إحدى مقالاتي، إنه كان اسم المقال مسكينة يا أحلام يا ابنتي ذنبك أنك أنثى، وهذه أحلام هي ابنتي ما عندي غيرها، ووضعت 10، بس اخترت 10 عوائق من العوائق التي تعيق المرأة أن تكون رائدة أعمال أو تعمل في مجال المال والأعمال فقط لأنها أنثى. تصلحت 4، إذا توعدوني السنة الجاية تدعوني في نفس المؤتمر احتمال تتصلح الأربعة الثانية، لكن أعطيكم مثال واحد، يعني أن المرأة تكون ستيك هولدر، ولا تكون بنت صاحب المال والأعمال، أو تكون ما تكون، أو كولفايد يعني أعلى درجة تكون علمية، فقط لأنها أنثى لا تكون عضو في الشركة في المجلس.
لا يكتب اسمها في السجل التجاري في الشركة. أنا أفرق بين الشركة والمؤسسة. المؤسسة كتكون مالكة أوكي، لكن كتكون إنها توضع في الاسم كمديرة ما يمكن، لازم يكون رجل، وما في أبدا سبب إلا فقط لأنها أنثى. الأخير يعني ما أبغى بعض الغداء أكيبكم إنه في مجال البصريات والصيدلة تدرس مثلها مثل زميلة، تتخرج من نفس الكلية، تحمل نفس الشهادة، تحمل نفس التصنيف، تكون مالكة للبزنس، لكن لا يحق لها مزاولة المهنة فقط لأنها أنثى. نفس الجامعة، نفس الشهادة. هذا يعني هذه الحوائق اللي هي مثلا يعني ننفرد بها في بعض، لكن في هناك ضوء في آخر الطريق، لا زال يعني بدأ تغييرات بسيطة جدا جدا على طموحاتنا، يعني لا زال بعض الوزارات ما يحق للمرأة تدخل تراجع بنفسها أوراقها، وعندنا مهنة راهن إنه عندكم اسمها معقب، والمهنة هذه يعني منفردين بها الحمد لله. فالمرأة تعطي واحد معقب يعقب لها العمل، لا تستطيع أن تدخل الوزارة لأنها فقط أنثى. هذا يعني كمان البنوك عندنا، وأنا شايفة ما شاء الله الرعاة عندكم البنوك يجدوا صعوبة جدا جدا إنه يقرضوا المرأة، وعندما نسألهم ليش يقولوا صعوبة جدا إن نحن نصل للبيت ونطق الباب ونقول لها ردي لنا الفلوس أو فين نلاقيها، وإذا تغير رقم الجوال ما نلاقيها. فلما يقدم شاب وشابة يكون للشاب الحظوة أكثر من البنت. هذه بعض العوائق اللي هي في الانتربرينور، لكن هناك جهود، بلاش أضيء للقاتم، خليني شوية أخرج إلى النور. في جهود كبيرة، في أخوي الدكتور شريف عبد الوهاب دحين يزعل ما يقول إنه في ريادة عندنا، وأنا أشتغل يعني موظفة عنده، فيعني بدأ عندنا في 13 منطقة للبنات. أنا أتكلم بس على النساء، فأنا قلت أتخصص عن النساء. في جهود بدأت توضح في كثير، الغرفة التجارية حاولت كثير كلها يعني إنها ما كنا نسمع كلمة انتربرينور، ما كنا نسمع كلمة رواد أعمال، قعدنا سنوات ونحن نحاول نترجمها إيش هي دي الانتربرينور اللي جيتنا. الرواد أعمال هي ريادات أعمال، وحسنا فيها حوصة يعني حتى صارت إنها رواد أعمال. لكن الجهود أفضل، وبدأ يكون صار عندنا في الغرفة التجارية لجان اسمها لجان شباب الأعمال في علي العثيم، فين علي العثيم خلي يرفع يده، في المناطق كلها، وبدأ يكون للنساء، وبدأت واحدة أنا منهم عضويات في مجلس الغرفة التجارية. الغرفة التجارية في جدة كنت أمنع أن أدخل المبنى فقط لأني أنثى. الحمد لله يعني يوم من الأيام صرنا في الممبر بورد حق العضوية، شوية تغيرت الأمور، لكن من هذا الممبر إلا يعني في الخليج لحد الآن أحتاج نكون نتحد، وياريت تكون إذا سمحوا لي تخرج توصية من هذا المنتدى إن نكون عندنا منظمة، هيئة، سموها ما تسموها، بس تكون متحدة حتى نستفيد من تجاربنا إلا يكون نجحت. اليوم وأنا ألتقي بأخواني وأخواتي كثير في تجارب ناجحة، وأكيد عندنا برضو في تجارب ناجحة، فلو كان نطلع بهذه التوصية إننا يكون عندنا تحت الجي سي سي ولا تحت أي مظلة زي ما صار من الجي 20، من الجي 20 أنبثق منها انتربرينور، فأظن من حقنا أننا نحن من الجي سي سي ينبثق منا انتربرينور، ويكون نشترك في الخبرات ونشترك في بعض التجارب الناجحة. قلت له أوعدك ما تعدى الخمسة دقائق للمودريتر، وأنا موجودة أوافق على كل الأسئلة التي تسألوني، هي ما عدا واحد سؤال، كم عمرك؟ شكرا دكتورة عائشة.
وأنا متأكد حنرجع لدور المرأة في ريادة الأعمال بخلال الجلسة هاي مرة تانية إن شاء الله. المتحدث الثاني السيد محمد المالكي، رئيس شؤون التخطيط وتطوير الأعمال في شركة مناطق بقطر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. شكرا يا دكتور وشكرا يا دكتورة. بس الميكروفون يا محمد، نقرب الميكروفون إن شاء الله. نشكر الدكتور والدكتورة، صراحة طرح مميز عن ريادة المرأة. أنا راح أتطرق للمحاور اللي انذكرت في السيشن الخاصة في قطر، كنت راح أبتعد شوي عن المرأة. إحنا إن شاء الله عندنا حرية أكبر إن شاء الله، وهالكلام كنت أتحرش فيه بالدكتورة قبل السيشن هذا. طبعا شركة مناطق، أنا راح أتحدث عن مناطق ودور مناطق في تشجيع ريادة الأعمال، وشنو الأهداف اللي انحطت واستراتيجيات اللي انحطت لتلعب مناطق الدور هذا. شركة مناطق عبارة عن شركة تم تأسيسها مؤخرا تحت مظلة وزارة الاقتصاد والتجارة. الهدف الأساسي لشركة مناطق هي تحقيق أهداف انذكرت في رؤية قطر 2030، ولو نتذكر كلنا فور يعني هي أربع محاور رئيسية، واحدة منها التنمية الاقتصادية. فدور الشركة الأساسي في المحور التنمية الاقتصادية اللي هي إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة تخدم قطاع الأعمال والصناعة وتستهدف القطاع الصناعي بشكل مباشر. فالدولة اكتشفت وجود فجوة كبيرة، يعني اليوم اللي عايشين في قطر خصوصا رواد الأعمال، نتكلم عن صغار مستثمرين ولا كبار مستثمرين ولا حتى التجار الموجودين في السوق حاليا، المشكلة الأساسية اللي يواجهونها حاليا هي توفر الأراضي، توفر الخدمات، الإطار القانوني، التشريعات، سرعة إنجاز الطلبات، كلها مشاكل حددتها الوزارة، وزارة الاقتصاد. فدور الشركة حاليا المناطق لها هي إيجاد الحلول، توفير الأراضي. فإحنا في الشركة طبعا درسنا السوق، بدينا نشوف شنو الثغرات بالتفصيل، حطينا استراتيجية للشركة، هل نستهدف الشركات الخارجية كمناطق اقتصادية، هل نستهدف الشركات المحلية، هل نستهدف صغار رواد الأعمال، إذا بستخدم مصطلح الـ SMEs. فمن استراتيجيات الشركة اللي انحطت أن راح نركز على Small and Medium Entrepreneur والـ Small and Medium Industries وصغار المستثمرين، هذه استراتيجية لحالها. فمن دور الشركة احنا راح طبعا نطور ثلاث مناطق ان شاء الله. اليوم دشنا يعني اليوم بحضور معالي رئيس مجلس الوزراء ورئيس الاقتصاد والتجارة، دشنا المنطقة الاقتصادية، منطقة ام الحول الاقتصادية، وهذه ثاني منطقة من مناطقنا. المنطقة الاولى اللي دشناها في نوفمبر كانت منطقة راس بفنطاس، تدشينها معناته ان احنا تونا بدينا في البنية التحتية، فخلال السنتين الجايين ان شاء الله راح نجهز المنطقة انها تستقبل الطلبات. دورنا في التدشين هذا واستراتيجيتنا المناطق هذه راح نركز على صغار المستثمرين مثل ما قلت لكم كاستراتيجيه اوليه. فالسمول ميديم انتربرنور نبغي نشوف لهم مثلا الحلول، ما نبغي نشوف، واحنا من ضمن الاستراتيجيه يعني عديناها مؤخرا، معظم المشاكل اللي واجهونها هي ما عندنا مكتب، ما عندنا ارض، ما عندنا دعم حكومي، ما عندنا خدمات تقدم متخصصه لهم. فدور الشركه الاساسي اللي هي توفير الحلول لرواد الاعمال، ما نبغيهم يتمون ضايعين، نبغي ننشئ قطاع صناعي في الدولة. الدولة تعتمد بشكل أساسي على العائدات من البترول والغاز، وتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد، لا يا جماعة لازم نوجد القطاع الصناعي في دولة قطر، ولازم يساهم بشكل مباشر في الناتج المحلي. فهذه من أولوياتنا احنا كشركة مناطق. الأولوية الثانية طبعا اللي هو نستهدف قطاع التجار. الأولوية الأخيرة بعد ما نوفي احتياجات السوق المحلي أن نشوف المستثمرين الخارجيين. حتى في استهدافنا المستثمرين الخارجيين عندنا استراتيجيات واضحة. الاستراتيجية يعني واحدة من أمورنا الاستراتيجية الواضحة أن أي مستثمر خارجي راح نستقطبه في شركة مناطق في أي منطقة مناطقنا أن يدعم صغار المستثمرين. فأنا مش محتاج مستثمر خارجي، الحمد لله دولة قطر حاليا كرؤوس أموال مش هدفها استقطاب رؤوس أموال فقط، مستهدفها تشجيع الصناعة المحلية ونقل المعرفة من الشركات الخارجية والعالمية للصغار المستثمرين. اليوم السمول ميديم اندستريز محتاجة مثلا تكون جزء من احنا نسميه سبلاي تشين اللي هي سلسلة توريد كاملة. فعشان انا انجح كشركة مناطق واشجع المستثمر واخليه مستدام مش ل 2022 لبعد 2022، وانجح في انه يكون جزء من منظومة العمل الصناعي
منظومة العمل التجاري لازم يكون هو جزء من السبلاي تشين هذا. فأي مستخدم أي مستثمر خارجي أو مستثمر محلي كبير لازم، يعني احنا من أهدافنا في مناطق أنه يستفيد من خدمات رواد الأعمال، يحاول يستفيد من خدماتهم الموجودة، يحاول يتواصل معاهم ويخلق بيئة عمل سستينبل لهم. ما نبغيها بس بيئة، يعني معظم احنا واحدة من المشاكل، ومتأكد المتحدثين اللي بعدي خبرتهم في المجال أكبر مني، وواحدة من المشكلات اللي وضحوها أن البيئة ما تسمح لرواد الأعمال أن يستمرون في العمل هذا، بيئة مؤقتة، والصعوبات اللي يواجهونها أكبر من الحلول الموجودة. هاي أنا حاولت أن ألخص إحنا دورنا في كشركة مناطق بربط الاستراتيجية الدولة وأهدافنا واستراتيجياتنا. وطبعاً مثل ما قال الدكتور إحنا جاهزين إن شاء الله الأسئلة إذا كانت في أسئلة. شاكر لكم. شكراً سيد محمد المالكي. السيدة روبرتا عنان رئيس التنفيذي مؤسسة روبرتا عنان الاستشارية من الولايات المتحدة الأمريكية. Please go ahead. Salam alaikum. Thank you so much for having me here. My name is Roberta Anan. I'm originally from Ghana, but live in the US. I believe I am here to share my personal perspective as an entrepreneur. My journey quite started a few years ago when I worked with the United Nations. I didn't have any vision to be an entrepreneur, but I believe after working for the UN for a few years and meeting with people who are entrepreneurs originally from Africa and other countries who inspired me, I decided to follow suit. And just, you know, I believe as some of these speakers here have mentioned, and also from the previous speakers, I think being an entrepreneur really starts from having fire in the belly and just having that drive. But there are a few elements that you have to add to in terms of getting yourself educated, finding ways and means in which you can network and learn from other people. I believe I can also share the perspective from Africa, since I'm from Africa. Women in Africa also kind of share similar challenges in terms of being entrepreneurs. And that is also something that it's being worked on gradually. And I see that a lot of women are taking the seats as CEOs of companies. And I guess I'm also here as one. But also looking at what, going back to the conversation today, I see that there are a few things which are affecting SME businesses in the Gulf, and that has also becomes a challenge in some African small, medium enterprises. One of them is the proper infrastructure. So infrastructure is an issue, and I see that the government is trying to put measures in place to be able to tackle that issue. Another is training and capacity building, because although the talent is available, I think the talent is everywhere. It's, you know, in all parts of the world, but really having the capability to build the skill set or the capacity of the talent pool remains a challenge. So that is something that needs to be worked on to promote this sector. Another is access to capital. I know that a lot of small, medium enterprises lack the proper financing so that they can thrive as businesses. And I believe there's a statistic, and correct me if I'm wrong, that states that about 80 to 90% of SMEs die in the first 5 years. And so there's the need to promote or to be able to provide more access for these companies to get capital so they can survive, because the small medium enterprises actually have a potential to encourage privatization and to drive economies. So that is something that is key, and financing is also a very major component to make that happen.
Also, one thing that it's really a problem when I talk about the African narrative is governance and rule of law. Unlike many countries in the GCC that have a national vision strategy for SMEs and to promote entrepreneurship, many countries in Africa don't have this national vision strategy. So it's something that we can learn from the Gulf to make sure that these legal these frameworks are actually implemented and placed within our national strategy for the country, and finding ways and means in which there can be a support system. And one last thing that I want to mention too is the technological capacity. So although the talent is there, there's also a lack of technical expertise and technology to ensure that, you know, an entrepreneur goes from just a businessman into mainstream businesses and can also thrive and be able to go on the market. So that's also another component. I will come to some of the things that I am doing to help this sector. I'm starting, as I was discussing with a colleague here today, that I'm starting my own incubation center in Africa, and that is where I'm focusing on the informal sector. And as part of it, there's also going to be a fund that will create that access to financing for people in the informal sector. I'm focusing on agriculture and agribusiness, production and manufacturing in the fashion industry, because you see that a lot of people go into this industry and they're very talented, but they don't have the right skill sets, or they don't have the financing to be able to get to the next stage of a business. So I am investing in human capacity. I'm investing in small industries personally. And I've also created a system in which there's partnership with people overseas. So I have partnerships in North America with retailers who are buying from people in Africa, which I think it's a great way to learn from each other and also to engage on a trading level. And there are also platforms in Africa that are also doing this. In fact, there's a foundation in Nigeria called the Tony Elumelu Foundation that has launched a program to support young entrepreneurs in Africa with $100 million. There's also the flagship program that was started by the Obama administration called the Young African Leadership Initiative, where they are setting up a regional leadership center in three countries in Africa to promote entrepreneurship. And there's also a program by a nonprofit organization called Africa 2.0, which is Startup Africa, similar to what QIBC is doing. They're also looking at ways in which they can fund business ideas from young entrepreneurs. So this, not to really like sway from the main topic here, I think it's key to know that other countries are facing similar challenges, and they're also finding ways in which they can find solutions to these. And there's also ways in which we can share ideas, technology, share best practices in order to be able to create real entrepreneurs in this part of the world. Thank you. شكرا للسيدة روبرتا عنان والمتحدثة الرابعة الأخت عائشة المضيحكي مدير عام تنفيذي حاضنة قطر للأعمال في دولة قطر اللي هي عرفنا اليوم إن هي أكبر حاضنة أعمال في الشرق الأوسط. تفضل أخت عائشة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. شكرا أول شيء حبيت أشكركم للاستضافة. طبعا إحنا في قطر عندنا مهمة الحين أحسن زين. طبعا في قطر عندنا الناشنال فيجن رؤية قطر الوطنية 2030، وطبعا في وسط الرحلة الاقتصادية وفي مهمة تنويع المجال من البترول والغاز إلى منتجات والسبورت حق الأسميز حق الشركات المتوسطة والصغيرة. طبعا لتحقيق هذه المهمة الدولة طبعا أسست مؤسسات حكومية لتدعم هذه الوجهة،
عندنا يعني منها بنك قطر للتنمية ودار الأنمال الاجتماعي، ومنها طبعا في جهات أخرى طبعا، يا أن من الناحية التعليمية أو النواحي الأخرى. ومنها طبعا تأسست حاضنة قطر للأعمال اللي تأسست من بنك قطر للتنمية ودار الأنمال الاجتماعي. مهمتنا طبعا مثل ما ذكر الدكتور نظام ان احنا اكبر حاضنة في الشرق الاوسط، واحنا بعد ميكست انكيبيتر، فحتى في حتى في الشركات في تنويع، ما في تخصص معين لكن في تنويع في الشركات، وعندنا ورش صناعية صغيرة يقدر يبتدي فيها رائد الاعمال من خلالها، و 16 ورش صناعية. وطبعا عندنا طبعا في الحاضنه ثلاث يعني اوفرنجز او مثل تولز حق الدعم اساسيه، منها برنامج الرياده الانسيابيه اللي هو لين ستارت اب بروجرام، اللي نحتاج من الشخص الريادي فكره ونحاول ان نوجهه كيف ان فكرته يحولها الى بزنس بدون ما يبتدي دراسه الجدوى او البزنس بلان، فيبتدي من الصفر ويبتدي تو كرييت البروتوتايب او المنتج المبتدئ حتى يطوره ويقدمه في السوق ويشوف شلون الفيدباك حق العملاء ويطوره من هالناحيه قبل ما يدخل في البزنس بلانينج. هذه ناحيه لين ستارت اب بروجرام. وعندنا بعد برنامج السمارت، احنا نسميه السمارت فاينانسينج. السمارت فاينانسينج نقدم الدعم المالي، نبتدي ب 100,000 ريال للفكره اللي كانت تطرح للجنه، عندنا لجنه الحاضنه، اذا كانت موافقه من ضمن اللجنه أن نقدم الدعم المالي بمبلغ 100,000 ريال. وفي بعد عندنا المكاتب، هي مكاتب يقدرون يسجلونها عن طريق يعني يكون عندهم سجل تجاري، وطبعا وتكون مدتها طبعا بدون أجار، بدون قيمة الأجار، ما في قيمة أجار، لكن هو دعم من عندنا لمدة سنتين. فأقدر أبتدي من هالناحية أن إحنا طبعاً في الحاضنة لليوم عندنا 25 شركة، بدينا طبعاً في ريادة الأعمال الانسيابية شهر 5 العام الماضي، والحين إحنا الحين إن شاء الله الأسبوع الجاي بنبتدي الفوج الثالث من الريادة الانسيابية، وشفنا أن في تطور وفي خلال هالسنة في إقبال كبير، في شركات قاعدة تنتج وفي شركات قاعدة تبيع السيرفيسز أو البرودكت اللي موجودة عندها، ونشوف طبعا قصص نجاح قاعدة تطلع من الحاضنة الحمد لله. شكرا سيدة عائشة. الدكتور نادر قباني، مدير الأبحاث والسياسات بمؤسسة صلتك، تفضل دكتور نادر. شكرا دكتور هندي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا مؤسسة صلتك لأعرفكم عنها. مؤسسة صلتك هي مبادرة اجتماعية تعمل على وصل الشباب بفرص عمل أو موارد. دكتور نادر تقرب الميكروفون عليك شوي بس. قرب شوي. نعم. تمام. أو موارد، هي مؤسسة صلتك هي مبادرة اجتماعية معنية بوصل الشباب في فرص عمل أو بموارد لتأسيس عملهم الخاص. نعمل على دعم الشباب العربي، وعندنا مشاريع في تقريبا فوق 100 مشروع في 15 بلد عربي بيناتهم دولة قطر. بالنسبة ل احد مباراتنا في دولة قطر لدعم ريادة الاعمال، مركز اسمه مركز بداية، وهو مركز اسس بالتعاون بالشراكة مع بنك قطر للتنمية، وتركز على اعطاء الشباب في قطر المعرفة وبعض الموارد وبعض الاسس لتأسيس عملهم الخاص.
حبيت أنا أركز اليوم على مش على موضوع برامج مؤسسة سيرتك في قطر، ولكن نحن عم نحكي على موضوع تأسيس عمل خاص في دول الخليج أو دولة زي قطر. والسؤال بيطرح نفسه، يعني دول عندها موارد وإمكانيات بشرية ومادية كبيرة، بنفس الوقت بدولة مثل قطر ما بنشوف كتير نشاط اقتصادي في القطاع الخاص أو نشاط قطاع اقتصادي قادر إن ينافس على مستوى الإقليمي أو العالمي. فالسؤال يطرح نفسه، يعني ما بعض العقبات أو ما ظروف ريادة الأعمال في دولة مثل قطر؟ ولهالسبب أجرينا مسح بالتعاون مع جامعة قطر وخاصة كلية الأعمال والاقتصاد. أول مسح بتم بقطر على موضوع ريادة الأعمال أجريناها السنة الماضية بـ 2014، وحالياً عم نقوم في تحليل النتائج، وسأشارك معكم بعض النتائج الأولية والتي لم تطرح بعد يلي ممكن واحد يفكر فيها. طيب إذا نحن شفنا على وضع ريادة الأعمال في قطر، أولاً نسأل السؤال عن نسبة عن 200 مواطن قطري، عفوا 2000 مواطن قطري و2000 مواطن غير قطري ساهموا في هذا المسح. فسألنا أول سؤال، ما هل تفكر أو تنوي تأسيس عمل خاص خلال 3 سنين القادمين؟ نسبة المواطنين القطريين الذي أجابوا بنعم ينوون أن يأسسوا عمل خاص خلال 3 سنين كان 64%، أكثر بالنصف في كثير. حتى نسبة الغير قطريين كان 53%. بالمقارنة النسبة العالمية، لأنه هذا المسح جرى ضمن مرصد ريادة الأعمال العالمي، كان 24%. وبالتالي فقطر من أكثر بلدان العالم في النوايا في تأسيس عمل خاص. ممتاز. طيب سؤال ثاني، هل خلال 2014 أجريت أي عمل أو حاولت تقوم ببعض المبادرات لتأسيس عمل خاص؟ هل دورت على تمويل أو على مكان للعمل أو وضعت برامج أو خطة عمل؟ كمان بالنسبة للقطريين 26% قالوا أنه بالفعل قاموا ببعض الأعمال لتأسيس عمل خاص، و14% من الغير قطريين. نسبة العالمي 13%، يعني النص. ممتاز. فنحن نعرف أنه الشعب في قطر عم يقوم بمبادرات لتأسيس عمل خاص. كويس. طيب السؤال الثالث، ما نسبة القطريين الذين بالفعل أسسوا عملهم الخاص بشكل ناجح وتم على تأسيس عملهم أكثر من 3 سنين، يعني أسس العمل الخاص واستدموا في العمل؟ هنا النسبة 3.5%، من بينهم 7% قطريين و 2.7 غير قطريين، من الغير قطريين اللي قدروا، وهي من النسب الأوطى في العالم. فنحن انتقلنا من النية في تأسيس عمل خاص لأعلى في العالم، أخذ مبادرات وخطوات لتأسيس عمل خاص من أعلى بالعالم، بالفعل استطاعوا يأسسوا عمل خاص من الأوطى بالعالم. فهناك فجوة كبيرة جدا بين النية في تأسيس عمل خاص والمحاولة في تأسيس عمل خاص والنجاح في تأسيس عمل خاص. وطبعا التأسيس العمل الخاص هي الخطة الأولى لبناء شركات صغيرة والمتوسطة التي ثم تكون نوع من المحرك الأساسي للاقتصاد والتنوع الاقتصادي. بلشنا نحن ندرس النتائج، بدي أعطيكم لمحة عن نتيجة أو نتيجتين ممكن تساعدنا على تسليط الضوء على ماذا يحصل. نحن نسمع كثير وسمعنا هلأ في النقاش موضوع مشكلة التمويل. بالفعل وجدنا من بين الذين أخذوا المسح، يعني جاوبوا على المسح، أنه التمويل هي مشكلة. بالنسبة للمؤسسات الذي تركوا العمل وانتهوا يعني سكروا العمل خلال هالفترة، قالوا مشكلة التمويل هي أكبر مشكلة التي واجهوها. بالنسبة للخبراء الذي جاوبوا الاستبارة كمان نسبة التمويل هو مشكلة كبيرة. بس تغمقنا شوي بالموضوع، شو المشكلة الأساسية في التمويل؟ وجدنا، لأعطيكم بعض النتائج الأساسية،
أنه المواطن القطري اللي محاول أساس عمله الخاص بيستخدم الادخارات الخاصة في تأسيس هذا العمل، بمعنى 60% من الذين أسسوا العمل الخاص استخدموا الموارد الخاصة بشكل أساسي في تأسيس هذا العمل. وكمان النية موجودة، إذا سألت القطري بشكل عام، المواطن القطري بشكل عام، هل تنوي تأسيس عمل خاص أو ماذا، بماذا ستستخدم ادخاراتك بشكل أساسي؟ 35% قالوا أنه حنستخدمهم في تأسيس عمل خاص. فأحد المشاكل عدم، مو الموضوع التمويل موجود، المصادر موجودة، في مؤسسات دولة موجودة وتوفر التمويل. المشكلة الأساسية أن المواطن أحياناً ما بيستخدم المصادر، ما بيستفاد منه بشكل مناسب، العكس بيدور على، بيستفاد من ادخاراته الخاصة، بعد سنة سنتين بيكتشف أنه الادخارات ما بتكفي، بيدور على مساعدات إضافية، ما بيجي المساعدات في الوقت المناسب، اللحظة اللي بحاجة إليها لحظة انتقال من تأسيس لاستدامة، وبالتالي بيضطر أنه أحياناً يترك العمل. فهي أحد النتائج. طبعاً اكتشفنا كثير نتائج تانية. أحد النتائج طبعاً موضوع إنه موضوع التكاليف العالية، خصوصاً بالنسبة لمثلاً تكاليف الإيجار. من أكثر النقاط اللي ركزوا عليها إنه موضوع تكاليف الإيجار عالية. يعني السيدة العايشة هلأ قالت إنه من أساس عملهم أعطاء فرصة لرواد الأعمال أن يكون عندهم محل دون إيجار، هذا بيساعدهم على يخطوا الخطوة الأولى ويتحولوا لمؤسسات صغيرة متوسطة ناجحة. فبس حبيت أعطيكم لمحة عامة عن بعض النقاط. طبعا هي بداية التحليل، متوقعين نحن أنه ممكن بالتعاون طبعا مع جامعة قطر نأخذ فكرة أكثر على السياسات اللي ممكن طرحها بالفعل نسد هالفجوة ونقدر نساعد الشعب القطري والسكان الغير قطريين الموجود في قطر بالفعل أنه يحققوا أمنياتهم في تأسيس عملهم الخاص عن طريق المبادرات والسياسات التي هالنتائج ممكن تسلط الضوء عليها. شكرا. شكرا دكتور نادر. وهلا بنفتح النقاش شوية مع الأعضاء. إدارة الجلسة هاي سهلة جداً ما شاء الله بوجود الخمس متحدثين. إحنا في عنا بدولة قطر إشي اسمه استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، وإحنا هلأ بسنة 2015، يعني السنة القادمة في لجان حتكون بتشتغل على شوف وين وصلنا بهالاستراتيجية. واحدة من الاستراتيجية المحطوطة عشان ريادة الأعمال، وأقرأ لك إياها على السريع: ريادة الأعمال والابتكار تحتاج إلى تعلم وإلى ترسيخها في نظام التعليم وفي الثقافة المحيطة. واليوم المتحدث حكى عن ثقافة ريادة الأعمال. أنا سؤالي لكم بالنسبة للتعليم، متى ممكن نبلش تعليم ريادة الأعمال وثقافة ريادة الأعمال؟ هل هي المرحلة الجامعية، المرحلة الثانوية، الإعدادية؟ مين عليه المسؤولية الثقافة؟ أنا بتذكر قرأت كتاب مرة لهيلاري كلينتون كتبت فيه، كان عنوانه It takes a village to educate a child، وأنا بقول نفس الشيء It takes a village to develop an entrepreneur. فمين عليه المسؤولية العظمى بالنسبة للثقافة ريادة الأعمال وتعليم ريادة الأعمال، ومتى لازم نبلش فيها؟ وأي واحد متحدثين ممكن يجاوب إذا حب. يعني أنا راح أغطي الجزء الخاص باستراتيجيتنا إحنا وتوجهاتنا. جزء يعني في جزء متأكد إن في صلتك وكيوبك يعني يقدرون يضغون أكثر، لكن بالنسبة لنا إحنا توجيه رواد الأعمال بالنسبة لنا هي نقل الخبرات من الشركات العالمية والاستفادة منها. فإحنا اللي نشوفه مثلا لو في استراتيجيتنا اللي هو البعد الثالث اللي هو استقطاب الشركات العالمية هو الهدف منها الأساسي تطوير رواد الأعمال. طبعا في مرحلة تسبق هذه المرحلة مثل ما تفضلت، من يدخل فيها احنا رسمنا مثلث. المثلث هذا يتم يعني سميناه اللي هو النو هاو، الفاينانسينج والانفراستراكشر. فان احنا جزءنا في شركة مناطق الأساسي اللي هو الانفراستراكشر والبنية التحتية، البنية التحتية تشمل الشركات العالمية هذه ونقل النو هاو. فأتوقع أن الجانب قبل لا تجي الشركات العالمية
لشركة مناطق أو المناطق الاقتصادية المتخصصة، أعتقد هي راح تساهم بشكل، لكن في مرحلة ما قبل ذلك، وإحنا على حسب معلوماتنا نعتقد أن كيوبك وصلتك يعني يبذلون جهد جبار في هذا الخصوص. فأعتقد هاي وجهتنا إحنا شركة مناطق، بس راح أترك بعد الكلمة. أنا أقول التنشئة يعني في الخليج يمكن، وأعتقد يمكن في الدول الأخرى، إنه نسميها ولد كار، يعني حتى جاي الكلمة اتضحت إنها من كلمة كارير، إنه إذا دائما نسمع إنه ورث مهنة أبوه أو ورث مهنة أجداده، فهذا كان نتاج هي التنشئة. فأنا أعتقد إنه تعليمنا علينا إعادة يعني هيكلته، وأن تبدأ مواد الانتربنور من التعليم المبكر وليس في الجامعة، أن تكون من بداية التعليم اللي نسميه المتوسط والثانوي، حتى يصبح بس مفهوم المال والأعمال لدى الطالب، وبعد ذلك في الجامعة يختار ما يشاء يعني له الأحقية. فأنا أعتقد أنه التنشئة ثم التنشئة ثم التنشئة. مؤسسة سيرتك غير معني بموضوع التعليم، هي موضوع بالانتقال من التعليم إلى سوق العمل، لكن في حياتي السابقة أجريت دراسة على موضوع تعليم ريادة الأعمال ومبادئ ريادة الأعمال في المدارس وفي الجامعات. طبعا هدول مبادئ عامة، لأنه ممكن واحد يحلل ريادة الأعمال إلى بعض المهارات الأساسية اللي ممكن تندرس في الجامعة وفي وجدنا بالنسبة للمبادئ العامة بريادة الأعمال التأثير الإيجابي كان أقوى في المرحلة قبل الجامعة. وأحد الأسباب رغم يعني احتمال أنه في الجامعة الحاجة أكثر لمش الدراسة العامة، ولكن الدراسة المتخصصة في مجال الطالب نفسه، كيف ممكن يحول الفكرة ضمن اختصاصه إلى منتج أو مشروع. فالتعليم العام بالنسبة لريادة الأعمال كان له تأثير إيجابي وقوي في مرحلة حتى قبل الجامعة. طبعاً أكيد، طبعاً من خبرتي أنا كنت أشتغل في إنجاز قطر قبل الحاضنة، وكانت مهمتنا أن طبعاً ندخل المدارس ونقدم برامج ريادة الأعمال والورك ريدينس والثقافة المالية، كانوا هذه كانت البيلرز اللي كنا نمشي عليها. وبدينا طبعاً مع المدارس في عمر 12 سنة، وشفنا أن في إبداع وابتكار في الطلاب من هالعمر. وإنجاز طبعاً هي مؤسسة موجودة في 15 دولة عربية، وعالمياً موجودة بعد as junior achievement. وطبعاً إنجاز في الدول الأخرى تبتدي حتى من البرايمري سكولز. إحنا هني في قطر بدينا من عمر 12 سنة، لأننا كنا نبي نشوف الإمباكت شلون، طبعاً أسرع الإمباكت يبتدي طبعاً عمر الإعدادي والثانوي من خلال السنوات. فشفنا الطلاب اللي تخرجوا من البرامج الإنجاز دخلوا في مجال الريادة. طبعاً عندنا شركة الحين في الحاضنة كانت من برنامج الشركة، كانوا داخلين فيه مع الجامعة، وفي غيرها بعد من المدارس الثانوية دخلوا طبعاً في الجامعة في مجال ريادة الأعمال and so on. يعني فهو طبعاً الابتكار في التعليم هو أساس الريادة طبعاً، وهي شيء أساسي نبتدي فيه. I think entrepreneurship should be an ongoing process, so it should definitely be introduced at the very early stages, so like in primary education, all the way through secondary and tertiary. I think once you start, when the children are in like primary education, then they are introduced to certain tools and skill sets that they can build on when they go to the next stage, which is secondary school.
and then eventually to tertiary. I think the concept of entrepreneurship should also be something that they can do. There should be a peer-to-peer interaction where young entrepreneurs come up with ideas and share ideas with other entrepreneurs, especially on the when they are in the tertiary on the tertiary level, like in university, so that they can kind of encourage each other. And then even post-tertiary, there should be some kind of... So I feel that it should be ongoing. It shouldn't be limited to a certain level of education, but it should be introduced at a very early stage so that it can be encouraged throughout the different educational stages. بس آخر شيء ملاحظة دور العائلة. العائلة مهمة جدا بريادة الأعمال. يعني إحنا بالمجتمعات اللي فيها ريادة الأعمال متطورة منشوف العائلات تفتح الباب لأطفالها يعملوا تجارب سواء كان بالجراج تاعهم سواء كان بغرفة النوم بغرفة القعدة ما بتفرق معهم. إحنا بشكل عام ثقافتنا العربية دائما بنحاول نقلل الإبداع بالطفل. يعني بنحاول دائما اقعد اقعد بتسويش ما تعملش خليك هون اهدى ما بنحاول انه نشجعه اعمل واشتغل وجرب ولو حركت هاي سوكي ما في اشكاليه فاتوقع اصلا بدايتها حتكون بالعائله ونهايتها بالعائله لانه بالنهايه برضه رائد الاعمال بده المساعده من عائلتهم بالذات وهذا بنقلني للخطوه الثانيه برضه المهمه بالنسبه لي بدوله قطر برضه واحدة من الشغلات المهمة بالنسبة لريادة الأعمال هو دور الشباب والنساء في ريادة الأعمال. الدولة حطت من ضمن الخطة التنمية الوطنية على إنه تشجيع الشباب والنساء على ريادة الأعمال ومحاولة كشف أي مشاكل أو معوقات إنه يحاولوا يخلصوا منها. فأنا حبلش مع الدكتورة عائشة إن أنا بعرف إنه هذا موضوع قريب جدا على قلبها وبتحب تحكي عن موضوع المرأة في ريادة الأعمال. فأبلش فيك وتحكي لنا إيش ممكن إيش المعوقات وإيش ممكن أساليب الحلول. والله ما أملك يعني فانوس علاء الدين لكن أنا يعني كل توصيتي إنه تأخذ يعني كما قلت يعني يحلو لي كتاباتي كلها عن المرأة إنه يكون في بس مساواة يعني ما يكون الجندر هو العائق بالنسبة للمرأة. تأخذ فرص زي ما بياخذ الشباب. بعدين أنا معايا أحد الانتربينور من السعودية وأنا الادفايسر حقه هيثم السبيل. أنا وجدت عندما هيثم بدأ مشروعه وبدأ في الأوراق والسجل التجاري وكده وأظن في كل في الخليج كان يدفع رسوم زيه زي الوليد بن طلال. يعني ما في ميزة لهم للانتربينور يكون لهم ميزة في إنه يختلف عن في الرسوم في البروسيسنج في الإجراءات. دائما أقول يعني يقف أكبر رجل أعمال مثل المبتدئ فيه. فأنا أعتقد نحتاج تسهيلات لهم. صحيح زي ما الوقت من الصباح ونحن نتكلم التمويل والتدريب لكن برضو يحتاج الإجراءات ويجب يكون في حوافز. يعني أنا ما حتى الآن لست راضية عن الحوافز لرواد الأعمال. ما أجد إنه في حافز لرائد العمل يختلف عن الملياردير والملتي مليونير. For women? Oh, sorry. I get a bit confused with translation. Yeah, I think for definitely women entrepreneurs need a bit of a push in terms of finding access to getting access to capital, which is key, and also training. Working with women, I've worked with a lot of women entrepreneurs, and I've realized that if you give a woman a small amount in terms of a budget to do a project, that are able to even exceed your expectations. So definitely this skill needs to be encouraged and you don't see that happening a lot. I think men get more, they're, in countries like Africa where I'm from and I've also noticed over in the GCC countries that men are obviously giving more opportunities because they are known to be breadwinners, which is the right, you know, way. But women also have the capability of becoming entrepreneurs and supporting the family. So I think that needs to be encouraged
a lot, and this has to be through the education, really giving them that level of support and also gaining access to capital, which is what really kills a lot of business opportunities, especially those that are being run by women. Thank you. السؤال مو موجه للنساء صح بس موجه لكل حد بس حبيت أذكر طبعا احنا نعرف ان طبعا من الستاتستكس اللي عندنا ان الومن اديوكيشن طبعا عندنا ذا هايست هني في قطر ومنها طبعا يعني طبعا في دراسات على الهوم بزنسز ذكرناها مع دار الانماء وبنك قطر للتنمية ان العدد اكبر عدد حتى حق الهوم بزنسز هي طبعا النساء قاعده يعني هي اللي تفتح البزنسز حتى اذا ما تسجلت ولا هاي بس في يعني مثل ما اقول موفمنت كبيره حق البزنسز حق النساء في قطر شفناها احنا عندنا بعد في الحاضنه من الشركات اللي قاعده طبعا becoming successful عندنا في الحاضنه في شركه يعني احب اذكرها سايشيرا هم قدموا افتتحوا الأول طبعا هي طبعا المنتج هو عطر أول عطر ميد ان قطر عندنا في الحاضنة والبراند هو طبعا هاي اند براند وافتتحوا الأسبوع اللي طاف مع الجوليري اكزيبيشن وكان في إقبال عليه كبير طبعا أكثر من ما هم توقعوا فأنا أشوف أن الحمد لله في قطر عندنا الدعم يعني حتى حق البنات إذا ما قدروا مثلا يسافرون لظروف يعني social challenges بس ما شاء الله الدولة يعني عندنا الجامعات ويعني كل السبل أن البنت تقدر تدخل في مجال التعليم وتطور نفسها لأنها تكون ريادة أعمال والله يعني بالنسبة لوضع الشباب أحيانا بيكون وضع صعب إذا نحكي بالنسبة لدول الخليج نحن عنا طبعا إحصاءات من سيرتك وغير سيرتك بتقول إنه عندك 80% من الشباب بفضل يشتغلوا بالقطاع العام ما عم يفكروا أصلا يأسسوا عمل خاص إلا لبعد ما يخلصوا من فترة يمكن العمل مع الحكومة أو القطاع الخاص المرتبط بالحكومة ولكن عندك نسبة من الشباب بالفعل حابين إنه يعني عندهم الجرأة وعندهم الإمكانية وعندهم رغبة في أخذ طريق آخر ومحاولة تأسيس عمل خاص عندهم فكرة عندهم نظرة عندهم رؤية والسؤال الأساسي بالنسبة لنا إنه هل البيئة داعمة لهؤلاء الشباب أو لا ونعرف نحن من دول الخليج بشكل عام إنه في عقبات من إجراءات تسجيل من عدم وجود يعني إمكانية لتمويل لأنه ما عندهم تاريخ أصلاً أو ارتباط ببنك من عدم وجود حدا ممكن يروحوا للإرشاد أو التوجيه أو الدعم الشاب ما عنده خبرة كتير فبحاجة إلى موارد أو مساعدة أو دعم من قبل آخرين حابين يأخذوا هالدور وحاسس بنشوف المنطقة ما في كتير من الناس اللي عندهم هالرغبة في رعاية الشباب يعني في الولايات المتحدة عندك الانجل انفسترز وكذا في يلي بياخدوا دور أساسي في بنائهم بتوقع إنه ممكن هذا بيطلب تغيير نوع من الثقافة العامة وكمان جزء من التشريع الموجودة حسب مفهومي الوضع نحن حكينا مع بعض الشباب اللي حاولوا يأسسوا عمل في قطر وحكونا كثير على المشاكل والعقبات اللي واجهوها بالنسبة لتسجيل عملهم طيب يعني في أحيانا عمل خاص ما بيطلب لمكتب أو لمحل عمل أو ممكن فيرتشوال أو كمبيوتر وكذا ما بيطلب لبعض مثلا النفقات الكبيرة أو مبالغ كبيرة لتأسيسها يعني في كثير من العقبات الموجودة بتخيل إنه ما يعني باحتمال ما يكون إلى ضرورة أساسية أو إذا واحد فكر فيها ممكن يفكر كيف ممكن المصلحة العامة
تحتفظ يعني تحفظ بنفس الوقت لاعطي فرص اكثر للشباب انه يشتغلوا في هالمجال. عن ما قال لي هذا من ما وجدنا في الواقع. انا اخر سؤال لي بعدها بنفتح مجال الاسئله من الجمهور. وانا مبسوط انك حكيت عنها شويه انت كمان، بس ما خلي السيد محمد بده يحكي شيء. واحدة من الشغلات المهمة جدا ريادة الأعمال بالذات في دول الخليج الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، يعني حتى الآن ما زال في فارق كبير جدا بالرواتب بين القطاع العام والقطاع الخاص. الشركات الصغيرة المتوسطة مش قادرة تدخل لا بالقطاع العام ولا بالقطاع الخاص. اليوم سمعنا مبادرة جميلة جدا كانت من شركة شيل وبنك قطر للتنمية انه حاول يعمل مشاريع صغيرة متوسطة تدخل من ضمن المشاريع الكبرى. بس هلا جايتنا فرصة كبيرة جدا اللي هي كأس العالم 2022. ايش ممكن نعمل اللي نشجع هالشراكة الحقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص وبالذات الشركات الصغيرة المتوسطة؟ شكرا دكتور على السؤال. طبعا احنا في تصورنا ان مثلا الشراكة هذه اساسية وهي من ضمن الامور اللي انحطت في الاستراتيجية الوطنية ان تشجيع الشراكة بين القطاع الخاص والعام. في شركة مناطق احنا استراتيجيتنا حتى في طرح المشاريع الجديدة أن الحكومة تطلع من دور الوصاية. فالتوجه القديم كان أن الحكومة تقوم بالدور كامل وتدفع جميع التكاليف وتقدم الخدمة للتجار، خلينا نفترض، أو للسوق المحلي. التوجه الجديد يعني يقول لك مثل يعني ما تفضل دكتور، أوكي، في خلينا نفترض مثلا تو كاتيجوريزين، التاجر والشركات الصغيرة المتوسطة. التاجر الدولة الحين توجهها أن تشجع التجار أنهم يشاركون في تطوير الدولة. فتوجه الدولة حاليا حتى المشاريع الجديدة اللي احنا طرحناها كشركة مناطق كان استراتيجيتها أن يقوم التاجر بتطويرها بالكامل وتكون اتفاقية بين الدولة والتجار لمدة 15-25 سنة بما يتناسب مع إمكانيات التاجر. طبعا هذا الجزء الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي. الشركات الصغيرة والمتوسطة يعني مثل ما قلت أنا في استراتيجيتنا العامة أن الشركات اللي راح نستقطبها في شركة مناطق لازم شيء أساسي من ضمن اللي هو احنا نسميه اللي هو الباكج اللي راح يقدمونه إذا كانت شركات عالمية، شلون راح يستفيدون من شركات القطاع الشركات الصغيرة المتوسطة. فلازم يلعبون دور يعني في يا في السبلاي تشين يا في توفير المواد الخام يا توفير خدمات فنية. فما نبغي الشركات العالمية تجي بفرق عملها الخارجية، ما نبغي يجون بالسطول كامل يقول اوكي انا راح اعمل ماي اون بزنس، لا، لازم انت تستفيد من خبرات البلد وتطور الشركات الصغيره المتوسطه هذه. فهذه الاهداف اللي احنا نحطها في شركه مناطق وان شاء الله نوصل لها ان شاء الله. انا اقول يعني يبدو زي ما سمعت من محمد انه الدوله متجهه لاشراك القطاع الخاص ونحن كذلك، لكن لا زالت فرص المشاريع الصغيرة أو ما يسمى الانتربرنور لا زالت فرصهم صغيرة جدا جدا عشان نفسه. أنا أعتقد ربما واحد من الحلول إذا كان يمكن إنه يكون في نفس الكراتيريا التي الشركات التي تتعاقد مع الحكومة يكون في شروط إدخال الشركات الصغيرة. نحن شفنا اليابان السيارة بتتحط فيها عدة أجزاء وبنشغل من انتربرينورز وبتكون جزء من السيارات ومن جزء من التقنية. فأنا إذا كان ما دعمت كان في دعم من الدولة لهذه المشاريع الصغيرة يعني لا يستطيعون ينافسوا أبدا الشركات الكبرى حتى في القطاع الخاص، ما يستطيعوا يدخلوا بمشاريعهم صغيرة وبإمكانياتهم يأخذوا مشاريع كبيرة في الدولة. فيجب أن يكونوا تحت مظلة إحدى المشاريع الخاصة التي أخذت من الدولة هذا العمل. اسمح لي دكتور بس يعني سؤال دكتورة، هل عندكم تجارب مثلا في السعودية في هالمجال هذا؟ يعني مثلا مثل ما تفضل الدكتور نظام اليوم شل وقعت عقد خلينا نفترض انه اجبار الشركات انها تستفيد من خدمات الشركه، هل في امثله ثانيه من السعوديه نقدر نستفيد منها في دوله قطر؟ انا اعتقد يعني دائما احزن على نفسنا الخليجيين، اقول ما اشوف الجي سي سي الا في المطار لما ندخل يقولوا لنا هذا الجي سي سي. نعتقد انه هو الجي سي سي يعني يجب ان يكون فعلا يكون فيه
تعاون. وبالذات أنا اليوم يعني كثير مبسوطة جدا بحضوري هذا يعني سمعت أشياء قريبة كثير من عندنا ونفسها ونفس يعني أنا أشوف إنه خليجنا همومنا واحدة ومشاكلنا واحدة، نختلف في أشياء صغيرة، أعتقد لابد أن نفتح لبعض فرص مثل هذه الفرص. So to in terms of the government promoting partnerships with SMEs, I think there can be a few that I just wrote down a few points. So one is to provide incentives for small medium enterprises, especially in the areas of regulatory measures when they and procedures to set up, so they can encourage this easier procedures when SMEs are setting up businesses. They can also assign certain number of contracts to SMEs to encourage, you know, business in this sector. So the government can assign, I don't know how it's done, but maybe in the national strategy plan, there could be a certain number of contracts that only go towards SMEs. There's also the areas of public-private partnerships, especially surrounding the areas of economic diversification from natural resources. And then also providing a toolkit or some kind of resources to SMEs in terms of how to do business, sourcing financing, and ways and means in which they can improve upon their businesses. So these are kind of the areas that I believe can be focused on. طبعا بذكر نقطتين اللي هي من الناحية القانونية ومن الناحية الشخصية. من الناحية القانونية طبعا مثل ما ذكر الدكتور السويدي في السيشن اللي قبل ان احنا يعني قاعدين نتطور والشركات اللي موجودة قاعدة تتطور، صارت في موبايل ابس وصار في يعني ما تحتاج الستارت اب كوست كثر ما طبعا كثر ما هو موجود في القوانين. فالمفروض انه يكون بس في تطور في القوانين مثل ما احنا قاعدين نتطور في تأسيس الشركات، خاصة يعني في العصر التكنولوجي اللي احنا فيه. ومن الناحية الشخصية اللي شفناه يعني من خبرتنا في الحاضنة انه طبعا اللي يبي يفتح بزنس عندنا عنده طبعا الاستعداد انه مثلا يخلي شغله ويكون الفوكس يعني تماما 100% للشركات للحين مش موجود كثر ما نحب نشوفه. يعني طبعا اتمنى انه يعني من الناحيه الشخصيه حق ريادين الاعمال انه اوكي do you want it to be successful, focus on your business, quit your job for take the risk. يعني I think this is يعني هاي وايد مهم خاصه في طور الستارت اب في البدايه يبي له شغل يعني. هلا بنفتح باب الأسئلة من الجمهور، إذا عندكم أي سؤال أو تعليق، إذا في مجال بس تسأل السؤال يعني تحكي اسمك ومن أي مؤسسة أي دولة ولمين موجه السؤال باختصار أو مداخلة. حنأخذ ممكن 4-5 أسئلة بعدها بنجاوب عليهم كلها مرة واحدة. هاي في الأخ هنا وفي الأخ هنا. وهاب السلام عليكم. محمد أيمن الكيلاني من شركة مناطق. الحقيقة هي مداخلة بثلاث محاور. قضية التعليم، يعني أنا من فضل الله عز وجل علي كنت من جيل درس في مدارس الأونروا في دمشق. مدارس الأونروا تميزت بقضية أساسية إنه كان موجود فيها بالإعدادي ثلاث مساقات. المساق الأول مسمى بمساق المعادن، المساق الثاني مساق الأخشاب، والمساق الثالث الرسم الهندسي. وهذه ثلاث مساقات الحقيقة كانت هي أساس ما يسمى بالصناعات المعدنية أو الصناعات الخشبية ونتفرغ عنها، ثم الرسم الهندسي كل القضايا الهندسية اللي ممكن. هذه واحدة. وكما تعلمون أو يعلم الجميع قضية مثل العربي عندنا بيقول حرفة في اليد أمان من الفقر، وأظن كانت هذه المساقات هي أساس زرع في وفي جي أبناء جيلي الحقيقة هذه القضية. قضية رقم اثنين، عندما انتقلت إلى قطر في الثانوية العامة كان في برنامج جميل جدا في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إن الطلاب
الإعدادية والثانوية أثناء فترة الصيف كانت توظفهم كموظفين في عدد من مؤسسات الدولة بشكل أو بآخر للتدريب على المسار المهني أو الإداري. وأنا الحقيقة واحد من الناس كمان بفضل الله عز وجل علي داومت من خلال هذه المسارات من خلال وزارة الإعلام، من متحف قطر الوطني، إدارة السياحة والآثار في عدد من الأماكن خلال 3 سنوات متواصلة. هذه واحدة. رقم 2 الحقيقة قضية الأخت عائشة حكت قضية إنه تمويل 100,000 ريال. 100,000 ريال. معلش أنا كنت واحد من المؤسسين في عام 2000 شركة إحدى الشركات لبصريات، معرض بصريات، كلفنا 600,000 ريال في قطر. فقضية 100,000 ريال تمويل واحتضان لمدة 2 سنين هذا لا يمكن بحال. من خلال التجربة أنا عم بحكي الآن، من خلال عدد من المشاريع اللي أنشأناها في الدولة في قطر وفي غير قطر حقيقة على مستوى الخليج، لا يمكن بحال أن تشكل عملية استدامة، لأنه بمجرد ما خروجه من خلال الحاضنة الأجرة لحالها فقط يا سيدي للمعرض الآن على أي معرض من المعارض 4x5 أو 4x8 25,000 ريال إلى 30، إذا كان أكبر من شوي طلعت لل 40 و50,000 ريال. كيف يمكن؟ أو أقصد هنا المشاريع، مشاريع الريادة ومشاريع الناشئة الحقيقة، حتى نفرق بينها وبين السمول أند ميديم انتربرايزز، في فرق كبير بين الأمرين والله أعلم. شكرا. ما أدري إذا السؤال كان موجه لي ولا هو كومنت. إيه بس حبيت أذكر كم نقطة. إحنا طبعاً الـ100,000 ريال نبتدي فيها عشان يشوفون إذا they can validate their product. طبعاً الـ100,000 ريال تكون في بداية المرحلة، مرحلة 3 شهور، وعندنا commitment معاهم تعتبر هذه conditional seed funding. If they do great within the 3 months، طبعاً إحنا ما نعطيهم الـ100 ريال ويلا. عندنا coaching طبعاً on a weekly basis. عندنا board meetings لأن إحنا كمستثمرين في الشركة نعتبر كبورد في هذه الشركة on a monthly basis عشان نشوف المايلستون اللي حطوها في 3 شهور إذا كانت في هم يوصلون المايلستونز ولا لا. طبعاً تشوف الناس اللي الكوميتمنت، الناس طبعاً في فرق بين الناس اللي عنده كوميتمنت 100% تشوف النجاح في الشركات، والناس اللي عندها كوميتمنت 50% تشوف شوية في تأخير في تأسيس الشركة. طبعاً بعد 3 شهور إذا وصلوا المايلستونز اللي هم فيه وشفنا إنه في فاليديشن حق البرودكت اللي هم يبيعونه، نقدر نستثمر زيادة لمدة تكلفة 200,000 ريال زيادة، ونعتبر مساهمين في الشركة وفي تطوير لمدة 2 سنين. طبعا قوانين الرنت احنا ما نقدر عليها كحاضنة ان تكنترول، يعني طبعا الرنت اللي موجود، بس احنا يعني كمؤسسين في البداية نعتمد انه لما هم يخططون حق الشركة لما يطلعون يكونون قادرين ان هم يعني واصلين لريفنيو معين ان هم يكملون كشركات اندبندنت لما يطلعون. فهذه هي مهمتنا من ناحية حاضنة قطر للأعمال ومن ناحية الكومنت اللي قدمته. شكرا. اسمي أحمد عبد الكريم الهوتي، أنا رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من سلطنة عمان. أنا بقترح أنه على دول مجلس التعاون أن تتفق في إقامة ملتقى سنوي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتدعو إليها كل الشركات الحكومية والخاصة الكبيرة، بحيث أن هذه المؤسسات تطرح المشروعات والاتفاقيات اللي ممكن أن تتعاقد معها مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى دول مجلس التعاون، على اعتبار أنه بإمكان اليوم شاب عماني مع قطري مع سعودي أن يكونوا شراكة وأن يكونوا مؤسسة تنطلق من مؤسسة صغيرة إلى متوسطة وقد تكبر مع الوقت. أنا أعتقد أن الاقتصادات في دول مجلس التعاون ما زالت متشابهة وتتنافس من الداخل، لابد من خلق كيانات تتنافس خارج المنطقة. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية فيما يتعلق بالمرأة، نحن عندنا طاقة معطلة الحقيقة في البيوت ولابد من إيجاد حل. نحن نعتقد حاولنا في عمان على أقل تقدير من أن نحفزها
تقوم بأعمال من داخل المنزل ثم تبيعها للخارج من خلال قروض ميسرة. تبقى الإشكالية هو في قضية التسويق، كيف تسوق المنتج هذا خارج البيت. أنا أعتقد أنه على مؤسسات الدولة أن تقوم بدعم هكذا مبادرات من خلال المدارس، الجامعات وغيرها، أن تعطي فرصة لهذه المرأة لأن تبيع منتجها داخل هذه المؤسسات. وأعتقد أنه هذا سيكون سبيل جيد لتشجيعها أن تخرج من يعني دائرة المنزل إلى دائرة أوسع. شكرا. شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا محمد عيسى، استشاري لرواد الأعمال، أعمل في قطر وأطلق حاليا موقع arabecology.com. أطلق حاليا موقع arabecology.com كأول موقع بيئي عربي بالتعاون مع Ecology Global Network. شكرا للإضاءات وللأفكار المهمة التي شاركتوها معنا. فقط أريد أن أسلط الضوء على إحصائية في دراسة جرت مؤخرا عن المحتوى الرقمي على الإنترنت. هذه الدراسة وجدت أن المحتوى الرقمي العربي مثلا كاللغة العربية التي تتكلمها حوالي 500 مليون شخص في العالم كلغة أولى أو كلغة ثانية، بينما اللغة الهولندية مثلا يتكلمها حوالي 25 مليون إنسان حول العالم، يوجد محتوى رقمي في اللغة الهولندية على الفضاء المعلوماتي أكثر من اللغة العربية. فهذا يضيء على أنه يوجد نقص كبير في المحتوى الرقمي العربي في جميع المجالات والقطاعات، من بينها القطاع البيئي الذي أنا أعمل عليه من خلال موقع Arab Ecology. لكن مثلا هنا في قطر، إذا أردنا أن نفكر في منطقة الخليج، هناك العديد من المشاريع التي ذكرتوها تساعد أو تحفز رواد الأعمال على إطلاق مشاريعهم الريادية من خلال قطر، لكن هناك منافسة في هذه المنطقة، خاصة من مجال عملي كمستشار لرواد الأعمال هنا، معظمهم يفضلون الانطلاق من دبي مثلا، من مدينة كدبي، بسبب التسهيلات والقوانين وتكلفة إطلاق الأعمال في الإمارات مثلا. لكن مثلا هنا يمكننا إذا انطلاقا من هذه الدراسة بخصوص المحتوى الرقمي العربي، يمكن لقطر أن تكسب ميزة تنافسية إن عملت مثلاً على جذب رواد الأعمال العرب الذين يطلقون مشاريع ريادية باللغة العربية وتكون فقط في اللغة العربية، إن كانوا قطريين أو شباب عرب، أن يجدوا في قطر مكان يطلق منهم مشاريعهم الريادية التي تتمحور حول اللغة العربية، من ناحية لأن هناك سوق ضخم لم يخدم بشكل كافي حتى الآن. فإن هؤلاء رواد الأعمال إن كانوا متخرجين من جامعات عالمية ويفضلون التواصل باللغة الإنجليزية للتعبير عن أفكارهم، فحتى لو ليس حبا باللغة العربية لإطلاق مشاريع باللغة العربية، فحبا بالفرص المتاحة من خلال هذه الشريحة الكبيرة السوقية من المتكلمين باللغة العربية، والتي it's underserved أو لا غير مخدومة بشكل كافي. فمثلا هذه ميزة تنافسية يمكن لدولة مثل قطر، ويبدو جليا أنها تهتم كثيرا باللغة العربية، أن تتميز بها عن جيرانها في منطقة الخليج إن عملت على جذب رواد الأعمال من الشباب العربي أصحاب مشاريع ريادية باللغة العربية، فمن ناحية تعزز المحتوى الرقمي العربي، ومن ناحية تحفز رواد الأعمال بالإضافة للنقاط التي ذكرتها. شكرا. شكرا. أي سؤال آخر؟ عفوا. السلام عليكم. اسمي أمل الشمري. I'm founder of one of the companies called Embrace Doha. احتضن الدوحة. أنا ما راح أبتدي بمشاكل المرأة وما المرأة، لأن في عندنا lack of trust يعني على النساء أو على ريادي الأعمال خاصة يعني. بس أنا كان خاطري أشوف ثقة الشركات يعني بعيدا عن الأهل. دائما أهلك دائما يحبون يشوفونك ورا مكتب. وظيفة مضمونة، راتب مضمون، تستلم آخر شهر ترجع البيت أمورك سليمة، لكن ما يحبون يشوفونك في يعني بزنس لأنه خايفين، مثلا خايفين أنه يفشل، خايفين أنه تخسر، خايفين. فأنت عشان تغير هالمفهوم لازم الدولة شوي يعني خليك من الطلاب وخليك من المدارس والجامعات. إحنا يعني مفهوم ريادة الأعمال عندنا واضح،
بس الأهل بعده مش واضح عندهم، وعشان أنا أقنعهم لازم تكون في قصص ناجحة. طيب مين ممكن ينجحها؟ الشركات الكبرى. لما أنا أحاول أن أوصل مشروع للشركة وأتعاقد مع أحد أواجه صعوبة كبيرة، يعني في requirements كثيرة تطلب، تعال لازم يكون عندك خبرة 5 سنين مثلا. طيب أنا كيف أبتدي؟ يعني أنا مبتدئ الحين، لازم تأخذ بعين الاعتبار شركة قطرية مثلا، مؤسسها شخص قطري سواء كان ولد أو بنت، يعني وين الثقة؟ أو حتى لو ما كان موضوع ثقة، يعني أعطني فرصة opportunity so I can prove myself مثلا في هالمجال. فأنا أشوف أن واحد الشركات المفروض تعطينا مثل quick pass، يعني لا تعاملنا مثل ما تعامل الشركة مثلا معترفة دوليا وشركة لها خبرة أو باع يعني طويل في مجال معين. أعطني مجالنا أنا ممكن أدخل، يعني أثبت نفسي وتغاضى عن بعض الأمور بحكم أن أنا عمري يعني بعد صغير، يعني شركتي صغيرة. الشيء الثاني، أنا أشوف من رواد الأعمال مثلا الكبار أو الموجودين في البلد، يعني لهم اسم أو حتى لو كان بزنس عائلي، يعني لهم يكونون like a coaches for us. يعني أنا مثلا جديدة في هالمجال، في كثير يعني أمور تخفاني أنا ما أعرف عنها مثلا، أو يمكن في شورت كاتس في هالمجال في الماركت أنا ما أدري عنها. ليش ما يكون عندي مثلا كوتش ممكن أستشيره، يكون عنده نتوركينج، يكون عنده خبرة مثلا هو في هالمجال ممكن يعطيني من خبرته. ليش لازم أنا يعني مثل ما يقولون أصطدم كل هالمشاكل لين ما أوصل للطريق الصح؟ يعني أنا أفضل أن هالأمور تنأخذ بعين الاعتبار، وصدقوني رواد الأعمال راح يسوون كل اللي عليهم عشان ينجحون، بس محتاجين أن هالباب ينفتح شوية. مشكورة، وصلت السؤال. وآخر سؤال إذا في مجال عبد الوهاب، بس هي عندك تفضل. يعطيك العافية دكتور، السلام عليكم. معكم طالب جابر العدي من جامعة قطر، تخصص في تسويق وريادة أعمال. لكن احنا الفترة الأخيرة انتم عارفين ان السوق القطري اصبح ان رائد الاعمال دخوله يحتاج دعم مادي. وسؤالي موجه لأستاذة عائشة المضحكي، هل المبلغ انتم تدعمونه كشخص في بداية فتح مشروعه كافي؟ ان انت الناس ما تحتاج، يعني في اجارات، في اشياء ثانية، في ماركتينج، في هالامور، فانا ما اشوفه انه كفاية. يعني انا واحد، انا من اللي واجهت صعوبة في فتح مشروعي، يعني المحلات انتم الناس ما انتم عارفين محلات 10,000 15 و20 فيه الجهات الحكوميه ناس وزاره الاقتصاد اللي تسوي ادعمت المواطنين ان اسواق الفرجان، ولكن الفرصه قليله فيها. فنتمنى يعني نشوف انه يكون دعم اكبر من هالشيء من حضره الاعمال والجهات الثانيه، دعم للمواطن القطري والتشجيع الشباب القطري والشباب العربي دخول مجال رياده الاعمال. لان خطتنا حاليا في دوله قطر من 20 لـ 30 يعني توجهات الشباب القطري كامل، ففيه نقص يعني في التوعيه من ناحيه رياده الاعمال لدى الشباب القطري. وشكرا، يعطيكم العافيه، قواكم الله. شكرا. اخت عائشه في مجال جاوبينا هذا، وجاوبينا سؤال مختلف كما سالت الاخت امل، مهم جدا، انه الشركه الصغيره المتوسطه بدها تحاول تدخل على القطاع العام بس ما عندهم خبره وما عندهم تاريخ. القطاع الخاص أو العام بفضل شركة يكون عندها خبرة معروفة عدلة فترة بالسوق، على أساس أنه عم بتخذ قرار وفي دعم مادي. فكيف ممكن نغير موازين القوة هاي اللي نشجع القطاع العام والخاص يستفيدوا من الشركات الصغيرة المتوسطة؟ بالنسبة حق سؤال، هذه السؤال بالذات من أسئلة أمل، ان البنك التنمية الحين قاعدة تشتغل على مشروع، طبعا هم يعني عندهم خبرة اكثر في المشروع، على موضوع انه طبعا كيف ان الشركات الخاصة تعطي preferences او تعطي percentage معينة بالنسبة حق الشركات. Having said that، يعني بعد احنا طبعا كلنا احنا نشتغل في القطاع الخاص، كلنا عندنا علاقات في الكوربريت، يعني في الكوربريت سيكتور، كلنا يعني عندنا خبره معينه، ف يعني الواحد يقدر يستفيد من هالكونتاكت كنقطه ابتدائيه. يعني بالنسبه عندنا وحده في الحاضنه استخدمت كل الكونتاكتس اللي كانت تستخدمها بالنسبه حق الاون برايفت، يعني في 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 القطاع اللي كانت تشتغل فيه، واستخدمتها حق البزنس. طبعا مو بسهل، وهي شيء جديد في الدوله، مو بدنا شيء يعني، طبعا احنا تونا داخلين في قطاع الشركات هاي، بس بعد شفنا في شركات لها انترست انها
طبعا انها تو سبورت من ذكرنا طبعا اختنا جات مع اريد طبعا ذي قاعدين يشتغلون مع شركات موجوده عندنا في الحاضنه وفي شركات ثانيه طبعا ما باخذ بريفرنس بس ان في شركات معينه قامت الحين هاي طبعا شيء جديد بس شيء ان شاء الله راح تشتغل عليه بنك التنميه بطريقه اوسع ان شاء الله. بالختام احنا بتوقع خلص وقتنا وشايفوا عم بيحكوا لنا. اشكر المتحدثين معنا بالجلسه الدكتوره عائشه، سيد محمد، سيده روبرتا، السيده عائشه والدكتور نادر، وشكرا لحسن الاستماع. السلام عليكم ورحمه الله. يعطيك العافيه. شكرا. شكرا دكتور هندي ولجميع المشاركين في هذه الجلسة، الدكتورة عايشة ناتو، السيدة روبرتا أنان، السيدة عايشة المضحكي، السيد المالكي والدكتور نادر قباني. كلمة رئيسية أخرى في سياق برنامجنا اليوم يتلوها علينا السيد ماهر قدورة، وهو مستشار إداري، رائد اجتماعي، مؤسس نكست موف في الأردن، الناشطة في مجال الاستشارات الإدارية وصاحب مبادرات وبرامج اجتماعية راسخة، بالإضافة إلى كونه عضو في عدد من المجالس الاستشارية للجامعات والمنظمات غير الحكومية والشركات القطاع الخاص وأشياء كثيرة أخرى. من خلال تخيل الإمكانيات والاحتمالات واهتمامه بالشباب العربي، يحدثنا السيد ماهر قدورة عن الاستثمار في أفكار الريادية الشبابية وتوفير التمويل والإرشاد والتشبيك لهم. تفضل سيد ماهر قدورة. بسم الله والحمد لله. تخيلوا انه في صوت، الفكره كانت انه نفرجيكم فيديو عن سيرك دو سيلي اللي هو بياخدك بعالم الخيال لسواه جيلا ليبرتي. هذا زلمه بيحلم زي كل واحد بهالغرفه وبريت الغرفه، بيحلم يسوي اشي جديد، يغير بإشي. كان عنده حلم وهو بدور من بلد لبلد بكندا ومن مدينة لمدينة، يكون يمثل ويغني بالشوارع. فكر قال كيف بقدر أنا إنه أخذ السيرك القديم وفي غبرة وفي حيوانات أدمجه مع المسرح وأدمجه مع الموسيقى العالمية وكمان الأوبرا والرقص والغنى وأطلع إشي جديد. حقق حلمه ب 1984 إنه إيش سوى؟ سوى سيرك دو سيلي، هو سيرك الشمس. خلالها سووا فوق 40 شو ب 300 بلد بالعالم، عندهم 4000 موظف من 50 جنسية و 25 لغة. دخلهم وصل قريب البليون دولار من واحد كان يمشي بالشوارع يدق يغني، بس كان عنده حلم يوصل يسوي إشي كبير وحققه واستخدم كل هالقدرات اللي عنده حتى يدخل مواضيع بتجيب السعادة للناس. بنفس الوقت أخذ Entrepreneur of the Year من EY. طيب. Did you have audio? We don't have fish audio. Okay.
خربتونا البرزنتيشن على فكرة. هذا الفيديو لازم كنتوا تشوفوه، سووه أبل على كل الناس اللي غيروا بهالدنيا. بالأخير هدول أفراد، مش مؤسسة، مش شركة كبيرة، بالأخير فرد طلع بفكرة وعنده حلم وطراح وسواها. يعني موضوع الريادة واللي سمعناه اليوم الصبح وبعض الظهر، بالأخير إذا ما كان طالع من جوا، في عندك إشي بحرقك جوا، والله لو تفوت على 1,000,000 جامعة وألف جامعة وألف انفايرمنت تشيلك، وبدال 100,000 ريال 2,000,000 ريال، إذا ما من جوا في إشي بحرقك ما في. فإيش؟ فالموضوع قرارك، اختيار بتاخده أنت. هل بدك تكون أنت يعني صانع لمستقبلك أو مدمر لمستقبلك؟ هل أنت بدك تكون لاعب أو متفرج في صناعة مستقبلك؟ هل أنت بدك تكون عائق أو شخص بدفع؟ بدي أقولكم شغلة دائماً بحكيها، وأنا وصغير كان عندي بحب الفيزيكس، يعني دائماً درجة غليان المي في الوضع الطبيعي 100، على 99 بالوضع الطبيعي بتكون مي سخنة بس ما بتغلي. ها يعني من 99 لدرجة 100 درجة واحدة بتحول مي سخنة لبخار بمشي ترين، درجة واحدة الفرق. تخيل هالدرجة هاي ممكن تكون قرار انت اخذته او اعتبرت انك فشلت قبل اوانك او استسلمت قبل اوانك. فدائما الموضوع قرار. يعني ايش الشغلة؟ الشغلة شخصية، يعني الموضوع شخصي، موضوع الانتربرينورشيب وريادة الأعمال شخصية، موضوع من جواتك، يعني شخصي للغاية. يعني 1,000,000,000 شخصي بدي أحولها شخصية، تحملوني، وبدي أجي أنا أقولكم كيف أنا قدرت أشعل هذا اللي جواي وأسوي اللي سويته. بدي أرجعكم شوي لورا، يعني كتير لورا، لما كنت حليوة وعندي شعر، وكنت أنا هون ساكن بقطر عمري 8 سنين. الوالد الله يرحمه زرع فينا بعد كلام رب العالمين كلام جبران الحلو، لا تعش نصف حياة، نصف طريق لن يوصلك إلى أي مكان، ونصف فكرة لن تعطي لك نتيجة، لأنك لست نصف إنسان، أنت إنسان وجدت كي تعيش الحياة وليس كي تعيش نصف حياة. الله، معقولة إنه واحد ممكن يعيش نصف حياة؟ معقولة؟ فأنا مسكت هالكلام هذا وهجمت على مدرسة الحياة في هالدنيا كلها، أتعلم وأركض من الكشاف لتطليع المصاري وأنا صغير بحب المصاري، كنت للجامعة ببريطانيا، سافرت زرت كل خزق بأوروبا، لبوب مارلي حبيب قلبي، تخرجت بالجامعة سيفل انجينيرينج، خدمت بالجيش العربي الأردني وتعلمت الالتزام وأكلت هوا معلش، ودخلت بشركة عظيمة اسمها أكسنشر وصرت مديرها والحمد لله رب العالمين. وبعدين سويت ودعمت هدول كلهم، سووا شركات، هدول كلهم عندهم بصري من جوا انتربرينورز، سووا شركاتهم، واسست مؤسسه خيريه اسمها الجود باسم بنتي الله يحميها ويطول بعمرها، حتى ادعم الشباب العربي بالابداع، وسويت مسرح اسمه مسرح الفكر الجديد ومهرجان الفكر الجديد. وبنفس الوقت الحمد لله تكرمنا من جلاله الملك، وسافرت حتى اتعلم الهند، الصين، ألاسكا، إيفرست،
نطيت من طيارة وتسلقت جبل، وزي ما شايفين أكلت هوا، بس بنفس الوقت بصور وبحب التصوير وبحب محمد منير اللي بحبوش يطلع من غرفة. وبعدين خدمت على University of Chicago على البورد وعلى Endeavor صاحبنا، وهلأ بخدم على بورد على الايجينج، ريسيرش اون ايجينج بسان فرانسيسكو، حتى نخلي الناس تسوي هيك. يعني مر علي اشكال والوان بهالدنيا، وسبحت مع الشاركس، وحيتان حاولت تضربني، وفيله حاولت تدعس علي. بس بتعرفوا هيك امرار الواحد بشعر لما يكون تحت، وهيك بشعر لما يكون فوق. مر علي كل شيء، بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، دخلت جوال كتير بهالدنيا، ونوعا ما أنا بلاقيها إنه مسؤولية. يعني بقعد بتخيل هالوجوه الحلوة هاي والطيبة اللي بدها مستقبل، اللي بدها تركض للأمام. تخيلوا هالتجارب تبعنا، أنا بقعد هلأ مصطوب بقول معقولة هلأ رح أموت وكل تجربتي إنه اكتشف نصف حياتي الآخر تروح معي على القبر؟ معقولة كل خبرة الناس اللي بهالغرفة وبريت الغرفة بعالمنا العربي ما منوردها لأولادنا وبناتنا اللي جايين دائما بدون بلشوا من الصفر؟ دائما منسوي ريسيت، منسوي فورمات لهالهارد ديسك. أنا اليوم يعني ممكن تيجي تفتح جامعة على انكتب على ستيف جوبز، جامعة بفتح. لإحنا اليوم عندنا مشكلة إنه خبرتنا، ودائما بقول للشباب إنه سر يعني واحدة من حضارتنا الإسلامية إنه إعمار الأرض حتى تروح على الجنة. جزء من الفكرة تبعتنا الفكر إعمار الأرض حتى. ليش رب العالمين قال لك اسمع بدك تغرف حسنات بعد ما تموت؟ بده يكون عندك علم ينتفع به. صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، كله about sustainability. It's about stewardship، على الاستدامة. فيعني أنا شو قلت أنا؟ أنا قلت ممنوع ولا يمكن، عشان أنا بعتبر رب العالمين هالتجربة تبعتي أدور على نص حياتي الآخر وأكمل حتى أعيش حياة كاملة. أنا هاي التجربة تبعتي لازم أوردها، وبلغة العصر مش بلغة الخطابة، بلغة العصر الأدوات الموجودة أمرق له بياها للشباب، وأشجع الجميع اللي عنده خبرة وتجربة يمرقها، عشان ما بيصير نروح وكلنا أخرتنا نروح على القبر خبرتنا تروح معانا وما نوردها للأجيال. ورب العالمين بجوز 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 راح يحاسبك عليها، يقول لك أنا عمت عليك بهالخبرة، شو سويت فيها؟ ليش ما سويت علم ينتفع به؟ ليش ما دربت هالشباب؟ فيعني شغلة صراحة شخصية، وأنا عم بدي أحكي موضوع جاء كيف تسوي بزنس وتطلع وتسوي فاينانس، أقروها بالإنترنت، عرف كيف؟ أنا اليوم كيف تزرع هذا الجوع اللي حكيت عنه بالأنوروا، عرفت علي؟ كيف تزرع هالجين هذا اللي بده ياكل الدنيا، عرفت علي؟ هذا اللي بدنا اياه. كيف انت تروح وتكمل نصف حياتك الاخر؟ هذا هو المهم، كيف تفكر وتسوي وتشتغل. هالعيون الحلوه هاي عندنا مسؤوليه لكل الشباب الجايين انه نحن نساعدهم. طيب شو انا الرساله تبعتي ولا المسج؟ اعطيكم هيك يعني بسرعه شو أنا خلاصة وأنا عم بدور على نصف حياتي؟ شو طلعت؟ بإيش طلعت؟ بقول لكم شغلي، وهاي بجوز للشباب، إنه الشغلة تراكمية، فش يعني سريع الاشتعال، سريع بسرعة، حبة ما هي بأخدها وبكرة بصير أنتربنور، والله بكرة بنجح، بكرة بصير معي 100 مليون، بكرة الكل بده يتفرج. تراكمية زي ما شايفين، الشغلة تراكمية بتجيش زي اللي عم بطلع بهالسلم شوي شوي. الإشي الثاني وهذا مهم وفي علم عليه يا جماعة،
اللي ما عنده إثبت علمياً بالريسيرش، اللي ما عنده رسالة في حياته، يعني personal mission، mission بحياته، مش سعيد بحياته، اللي ما عنده من جوا رسالة، اللي ما عنده رسالة ممكن نسبة كبيرة إنه يختار الزوج أو الزوجة المغير مناسبة له أو إلها. اللي ما عنده رسالة في حياته بمرض أكتر. اللي ما عنده رسالة في حياته عمره أقصر من اللي عنده رسالة في حياته. أخ ليش؟ يا جماعة الرسالة بتنظم لك الصيدلية هون. ربنا أنعم علينا بصيدلية بتفرز كيميكلز اللي بتحطك بالجو أو الحالة اللي انت فيها، كل هالشعور اللي بتشعر فيه هو كيميكل. الرسالة بتنظم إذا عندك بيرسونال ميشن كيف انت تفرز هالمواضيع هالكيميكلز هاي، سبحان الله بتكون متناغمة مع جسمه الواحد. طب أنا بتقولي طب كيف عرفت؟ بقول لك أنا زلمة صاحب رسالة، ولما امتحنت وإجا الإعصار، والرسالة هي زي ما بقول يعني زي الرسن أو شو بسموه الأنكر، الأنكر تبع السفينة، سفينة حياتك. وإجاني الإعصار وعندي ابن عمره 17 سنة توفى بحادث السيارة، رسالتي ما خلتني إنه أنهار وأسير على البروزاك شغال، تمام؟ بسرعة ربطتني إنه أنا في رسالة جايتني، أنا عم بسويه هلأ وبدور إنه رب العالمين عم بقول لي هلأ وقتك، في لك دور تسويه. عشان هيك لطختك كفين، عشان بدي أمتحنك وبدي أربك. كل شيء إجا ركب مع بعض عشان كنت أدور، مش قاعد فاتح تمي وقاعد، عرف كيف؟ لا، كنت عم بدور وعم بسوي وعم بقوى. فلما صار هيك عرفت إنه في إشي وعدت أشتغل وأسويها. فيا جماعة اللي عنده رسالة زي ما قلت لكم مهم، هي الأنكر، هي مرساة حياتك. وكل واحد فينا رح يصيبه إعصار، بضمن لك، بضمن لك، هو التوقيت تبعه. طيب إشي تاني بقول لك طب أنت شو رسالتك؟ بقول لك اسمعوا أنا رسالتي واضحة طول عمري، مش والله إنه حبكها من أول ما ولدت بعرفها، بس كنت أدور عليها وأنا بدي أكمل نصف حياتي، إنه أنا بحب أساعد الآخرين ينجحوا حسب تعريفهم للنجاح. اشتغلت كونسلتنت عشان الاستشاري بيساعد الشركات تنجح. هلأ أنا همي الرئيسي إنه أساعد أولادنا وبناتنا الشباب يحققوا نجاحهم حسب ما هم بيعرفوه، وبحكي بالشغلات هاي كيف هو يطلق العملاق اللي بداخله، كيف ما يكونش مي سخنة، يكون مي مغلية بتطلع بخار. إشي تاني يا جماعة بتعرفوا التأمل، بس التأمل هو دائما بيسألوني الشباب بقولهم بس بتعرف التأمل إيش هو؟ كيف أنت بتسوي بوز؟ كنت تسمع بتحط بوز على الفيلم، بتحط بوز. التأمل والتفكر وتسوي شغلة زي هاي اللي بسويها هي البوز في حياتك. ليش؟ حتى كل خبرتك تلحقك، حتى تنمو معاها، ما تضلك ما تترجم كل شيء بحذافير ويصير في له معنى. يا جماعة التأمل والتفكر بيعطي لك معنى، وهذا اللي بيخليك ترتقي. فدائما بقولهم تفكروا وتأملوا لحالك، فش تتفكر وتأمل مع الناس، لحالك، مش تتعقد بس لحالك. إشي تاني نفس الشيء، أنا ممكن أقعد أتفكر وتأمل باكل حمص وفول من وراء التراك تبعي بعمان، هذا جزء من الراحة النفسية اللي بتسويها، إنه بيعطي لك إياها التأمل والتفكر.
إشي تاني اللي بدي أقوله إنه تعلمت من الجيش الالتزام، وأي أنتربنور ما في عنده التزام مع زباينه، مع إنه ينتج البرودكت، يسوي البرمجة للآب، أو يفتح محله بنفس الوقت، أو ينظف محله، أو يجيب البضاعة. الالتزام دائما بقول passion inspires but only discipline gets you there. يعني إذا صح الترجمة، الشغف أو العاطفة تلهم، فقط وحده الالتزام يوصل. أنا هاي الالتزام تعلمت من الجيش. بدي أقول لكم شغلة بالجيش العربي، كان عندنا أربع أجوبة، فيش أجوبة تانية. حاضر سيدي، لا سيدي، مش فاهم سيدي، وما في عذر سيدي. ممنوع تحكي شيء تاني، بدك تاكل هوا وتضلك ساكت وتنفذ. فبدك تختار اي جواب بدك تجاوبه. هذا عودني على الالتزام. وامتى فادني؟ لما طلعت على ايفرست على البيس كامب، نمشي 9 ايام طلعه واربع ايام نزله، لما يكون نسبه الاكسجين 48%، بدك تقعد تمشي ساعتين بالطريقه هاي، ساعتين حتى انت تنظم الاكسجين تبعك. تخيل قديش بدها التزام واراده، ساعتين. وعندنا بالاردن يعني بنحكي مثلا نقول ماكل روح الخل، يعني ماكل هوا، عرف كيف؟ فيعني انت هذا بده التزام، عشان كل انتربرنور راح يمر عليه هيك. مش كل بيعه راح تنباع، ومش كل برودكت بتسويه راح يمشي وراح يجي على الوقت. إذا ما كان في التزام بالطريقة هاي، يعني الانتربرنورشيب بتكون بس هيك مؤتمرات وحكي كل أموره. إشي تاني التعلم. أنا بدي أتذكر سويت هيك أول مرة ستوك إكسشينج، لما كان في إلكترونيك ستوك إكسشينجز دخلت وسويناها هنا ببلد خليجي. أنا ما كنت عارف راسي من رجلي بالموضوع، ما بعرف عن موضوع ستوك إكسشينج. حملت حالي وقعدت مع البروكرز، قريت 18 كتاب، قعدت مع الناس، قريت القوانين تبعون لندن كلها درستها. مش قعدت انه انا ابو عريف وبعرف كل شيء. الواحد بده يقعد يتعلم وبده يسوي، والانتربرنورشيب كمان على التعلم. اذا انا بدي افوت بسوق جديد بدي اعرف عنه، منتج جديد بدي اعرف عنه، مش تكون الشغلة. فالواحد تكون داخلية هاي حب التعلم. وزي ما هلأ أنا ليش فتت على شغلة الإيجينج، أنا زلم عمري 57 سنة، حابب أنه أتعلم كيف الواحد بكبر علميا، وكيف ممكن أساعد أنه نخلي الكبر مش صعب. فت بهالسنتر هذا اللي بيشتغلوا على The Buck Institute Research on Aging. أمريكا عندها big problem بالإيجينج، فهم عم بيشتغلوا. فدخلت معهم وعندهم مع البورد حتى أتعلم. حب التعلم مش بس دائماً دائماً الرحلة طويلة، مدام أنت عايش أنت عم تتعلم وبحاجة تتعلم. الإشي الأخير اللي بقوله للناس، تعرفوا هاي الكرياتيفيتي والإنوفيشن كل أمور هاي، تعرفوا كيف بختصرها؟ أنا بحب التصوير. بقول لك أهم شيء بالكرياتيفيتي والإنوفيشن أنت تحاول تربط الأمور ببعض. التصوير مع المعلم الأخ هناك بيساعدك تربط الأمور ببعض، بدرب لي دماغي يشوف قصة أربطه ببعض. الأخ هناك هلأ واقف جاهز بده يصور، هون بقعد بربط. بتذكر أنا في عندكم هلأ صار عندكم عماد حجاج، أنا حشري أول ما رجعت من السعودية رحت عمان. عماد حجاج عندكم بالقطر كرتونست، هون بأثنك بيشتغل بجريدة، كان من أهم الناس عندنا بالأردن. حشري حكيت معه قلت له بدي أجي أشوفك، بدي أعرف كيف بدأت تطلع بكرتون. تاني يوم بكون صاير مشكلة تطلع بكرتون، قال لي سهلة. إيه قلت عشو بسوي؟ بكون قاعد عم بفكر فيها، بشرب كاسة شاي سكر قليل، عم بسمع عبد الحليم حافظ، البرداي مفتوحة، الجيران عم بتخانقوا، في بسة بتمر، بربطوا الأمور ببعض بالموضوع اللي عم بحكي فيه.
التصوير نفس الشيء، فكل واحد بده يكون creative entrepreneur يستخدم التصوير، وخصوصا هلا الكل عنده كاميرات. واخيرا اجى الصوت. إذا هالولد من أول وقعة قرر إنه ما بده يقوم، فشل، اعتبر إنه أنا فشلت وما بدي أقوم، شو كان صار فينا؟ الكل وأوقع على حاله الإعاقة، مش رب العالمين أنعم عليه بالإعاقة، هو أوقع عليه على نفسه الإعاقة. سبحان الله، رب العالمين خلق فينا، حط فينا هالجين، جين المغامرة، إنه هذا الولد الصغير لقله الوقع كأنه واقع من الجبل، ما يخاف، يضل يقوم ويكمل، يقوم ويكمل. شوف اللي احنا شو بنسوي. كثير من الانتربرنورز من أول غلطة أو تعريفهم إنه فشل أو وقع والبطلت واستسلمت. نفس فكرة المشي. معقول؟ معقول إنه رب العالمين أنعم علينا بالجين هذا ومش قادرين نسويه، نشتغل عليه، نطوره ونخاف من الفشل؟ بدي أقول لكم شغلي، أنا بصاحب الفشل، ما بخاف منه. في بالسايكولوجي ايش بيقولوا له؟ ريفريمينج. انا بعيد هيكلة نظرتي للفشل انه هو فرصة اتعلم، ما بخاف منه. نفس الشيء، ما عندي مشكلة to come up looking stupid like this، يعني على هبل، تمام، ما عندي مشكلة ابدا، عشان لقيلي فرصة أسوي إشي أتعلم منه. وتعريفي للفشل أنا إنه توقف تحاول، وتعريفي للمثابرة، وإنت لما وقعت وإنت قايم دائما، المثابر هو قايم من الوقعة. فهذا بقوله للأنتربرنورز دائما، ما تكونوش سريعين الذوبان من أول غلوة وسريعين الاشتعال لما حدا يعطي لك فيدباك، ولا او سريعين الانتفاخ من اول نجاح، راسك بصير الأد بطل تحاكى. عشان في كتير ناس بيخافوا من الشغله هاي. فيعني من الاخر، انا دورت ولساتني بستكشف، ولقيت كتير من أجزاء نصف حياتي، بس الرحلة ما بتوقف غير ما رب العالمين ياخدني عنده إن شاء الله. فالفكرة إنه هاي رحلة. فأنا بدي أقوله إنه أنا لقيت، كنت يعني محظوظ إنه الوالد حكى الكلمة هاي، زرعها فينا وركضت. كل واحد فينا بده يروح ويطلع ويكمل نصف حياته برحلة الحياة هاي، عشان في كتير ناس هلأ سووها.
شكرا، كلام ملهم بالفعل. نختتم فيه الجلسة الأولى لجدول فعاليات اليوم. وصلنا الآن إلى الجزء الأخير مع الجلسة الثانية حول تطوير بيئة حاضنة لريادة الأعمال، ويدير هذه الجلسة الدكتور شريف عبد الوهاب، مستشار المحافظ في مؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية. تفضل دكتور شريف، وتحية للخبراء الذين انضموا إلينا في هذه الجلسة، سوف نتعرف عليهم تباعا، فكونوا معنا.